يحتفل الشعب الهندي في السادس والعشرين من يناير من كل عام بيوم الجمهوريه حيث تم فيه تفعيل العمل بالدستور هذا ويعتبر اليوم الجمهوري واحدا من ابرز اعياد الهند الوطنيه حيث تستمر العروض لثلاثه ايام بمشاركه العديد من فرق الرقص الوطنيه وتتابعها حشود الجماهير السادس والعشرون من يناير من عام الف وتسعمائة يوم الجمهورية يوم فاصل بالتأكيد في حياة الشعب الهندي تم فيه تفعيل العمل بدستور يكرس الهند جمهورية جاءت ديباجة الدستور تحمل أربعة أهداف هي العدالة والحرية والمساواة وإنهاء الكراهية وبدء عهد جديد من الإخاء يحتفل الشعب الهندي في هذا اليوم من كل عام بيوم الجمهورية الذي يعكس أن الهند التي تحتضن على أرضها أعراقاً وديانات مختلفة ينصهر فيها الجميع في بوتقة واحدة تحت راية الوطن يعتبر اليوم الجمهوري واحدا من أعياد الهند الوطنية الثلاث وهي يوم الاستقلال عن بريطانيا في الخامس عشر من أغسطس من عام 1947 ويوم غاندي والذي يوافق ميلاد المهاتما غاندي في الثاني من أكتوبر من عام 1869 وتمتزج المناسبات الثلاث لتشكل مسيرة كفاح ونضال من أجل الحرية الحكومة الهندية تبذل الكثير من الجهد في كل عام لتنظيم الاحتفالات التي تحدث في هذا اليوم الوطني، بإقامة عروض عسكرية كبيرة في نيودلهي وعواصم الولايات الهندية. تستضيف الهند منذ عام 1950 رئيس دولة أو حكومة بلد آخر كضيف شرف للدولة لاحتفالات عيد الجمهورية في نيودلهي، ولا تقتصر الاحتفالات على يوم واحد بل تستمر العروض لثلاثة أيام بمشاركة العديد من فرق الرقص الوطنيه وتتابعها حشود الجماهير